اليوم راح أعمل طاجين اللحم والبطاطا المغربي. أول شي بتبل 650 جرام لحمة بمعلقتين كبار سكر بني، معلقتين كبار بابريكا، معلقتين ونص صغار كركم، ومعلقتين كبار زنجبيل مبشور، معلقة ونص صغار قرفة، ومعلقة صغيرة هيل مطحون، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أحمر، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. بحمي الفخار بالفرن ربع ساعة قبل ما أستعمله، بطلعه من الفرن وبحطه على عين الغاز، بضيف له 3 معالق كبار زيت زيتون على نار هادية. بقلي قطع اللحمة بزيت الزيتون على الوجهين. بشيل اللحمة بحطها على جنب وبقلي 3 حبات توم مهروسين ومعلقة كبيرة زنجبيل مهروس. بحط فوقيهم حبة بندورة مقطعة وكاس ونص مرقة دجاج، ومعلقة كبيرة من معجون البندورة، 3 حبات بطاطا مقطعين مكعبات، ونص كوب تين مجفف، وكوب حمص حب مسلوق. برجع قطع اللحمة وبحاول أوقفها بنص الطاجين وأشربها من المرقة. ضيف نص كوب من خليط الكاجو والفول السوداني أو لوز إذا بتحبه. بتركه على النار يغلي، بعدين بغطي، بدخله على الفرن وبتركه ساعتين. وهيك جهز معاي، صحتين وعافية.